السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ ان شاء الله تكونوا زي الفل. النهارده حلقه المستعجلين، حلقه كده كده ايه بقى، على طول في السريع كده، خلاص احنا اخر الاسبوع يعني، فحابه قوي ان انا النهارده بقى اقول لكم ازاي كده لو انت مستعجله بتشتغلي، لو حد على فكره المغتربين، الرجاله المغتربين، طلبه الجامعات، كل وصفاتنا النهارده هتكون لايقه جدا على الاجواء دي كلها، كده هتتعمل كده في وقت قصير، مش هتاخد معانا اي وقت، كل وجبه فيهم هتكون وجبه متكامله. انا متاكده ان حلقه النهارده هتعجبكم. تعالوا بينا بقى على المطبخ بتاعنا ونشوف هنبدا بوصفه ايه بالظبط. زي ما قلت لكم كده هنعمل مع بعض ثلاث وصفات، الثلاثه اسهل من بعض، الحاجات السريعه السهله دي بتطلبوها مني كتير، خصوصا ان الجو بدا يحرر، خصوصا النهارده كمان الجو صعب جدا صراحه، ربنا يهونها علينا يعني، ففي الوقت الحر ده بنبقى محتاجين كده ايه الحاجات اللي بسرعه. انا عشان كده سميناها حلقه المستعجلين. قبل ما نبدا كده تعالوا بقى اقول لكم ايه الرقم بتاعنا، 3 8 3 5 2 2 7 3 8 3 5 2 2 7، وهستنى بقى اتصالاتكم بقى وايه بقى والحركات بقى وكلامكم الحلو بقى. وكمان انا عايزاكم لما تكلموني كده تقولوا لي لو عندكم مثلا افكار او وصفات كده، حاجات سهله وسريعه، خصوصا زي ما قلت لكم كده ان خلاص وقت الصيف كده، فبنحب ان احنا نقفش كتير في المطبخ. طيب زي ما قلت لكم كده هنعمل ثلاث وصفات النهارده، الثلاثه مكرونه. المكرونه دي انا بعشقها، بحبها في اي حال، اي والله حتى لو مسلوقه بيضه كده باكلها برضو، فحبيت كده ان انا اعمل النهارده ثلاث وصفات من المكرونه، الثلاثه اسهل من بعض، وكل وصفه فيهم هتكون وجبه متكامله معاها اللحوم بتاعتها. هنبدا بايه بقى اول حاجه؟ مكرونه بالكفته والصلصه، عارفين انتوا الصلصه الحمراء كده اللي على اصولها، هنعملها النهارده ان شاء الله، وهنقدم معاها كرات الكفته. ويلا ننزل بالمقادير علشان نعمل الكفته. عندي نص كيلو من اللحمه المفروم، نص كوبايه من البقدونس المفروم، بصله مفرومه، زيت، معلقه كبيره من الكمون، ملح وفلفل اسود، وبس كده، هي دي مقادير الكفته، مش محتاجه حاجه اكتر من كده. علشان نعمل المكرونه او صلصه المكرونه، كيس مكرونه اي نوع، انا مستخدمه سباكيتي النهارده، بصله مفرومه، حبتين من الفلفل الرومي المفروم، معلقتين كبار من الثوم المفروم، 3 كوبايات من عصير الطماطم، معلقه كبيره من هريسه الشطه، معلقتين كبار من الصلصة، معلقتين كبار من السكر، سمنة، معلقة كبيرة من الزعتر، معلقة كبيرة من البابريكا، وملح وفلفل أسود. طيب علشان بقى ما نقفش كتير في المطبخ كده، نبقى شطار ونشتغل كده في الحاجتين مع بعض. هنعمل الصلصة الحمراء بتاعت المكرونة ازاي؟ القديمة بقى، الصلصة الحمراء القديمة كده اللي هي بتبقى فيها كده سنة شطة كده وحركات وبتاع. عندي ايه بقى اول حاجه؟ حل على النار، بسم الله الرحمن الرحيم، وهنزل بشويه زيت، وايه بقى، معلش بقى، الصلصه الحمراء بتاعه المكرونه كده انا حطلها حوالي كده ايه، معلقه كبيره كده او معلقتين من السمنه البلدي، هتفرق معاكي في الطعم. حبه زبده تمام، بس يعني السمنه هتبقى احلى بصراحه واليق. هنزل بايه بقى؟ بالبصله المفرومه. احنا دلوقتي بنعمل الصلصه الحمراء اللي هنحط فيها المكرونه، هقلب كده تقليبه كده بالشكل ده. وهعمل ايه تاني؟ هنزل بحبتين من الفلفل الاخضر، يعني متقطع كده قطع احنا نبقى شايفينها، ما يكونش مفروم، ونقلب بالشكل ده، بس ايه، يطروا معايا شويه. طيب لغاية كده يعني ايه، نسيبهم دقيقة بس مش اكتر من كده. هنعمل ايه في اللحمة المفرومة؟ انا اللحمة المفرومة زي ما انتم شايفين انا مش ضايفة لها حاجات كتير خالص، ببساطة هنزل باللحمة المفرومة، والله عندك نص كيلو، عندك قرب يعني، حتى مش عايزة اقولك والله 250 جرام، ربع كيلو من اللحمة المفرومة، هتعملي برضو منهم كفتة عادي خالص. طب هتكتري الكمية ازاي؟ هنكتر البصل. بس عايزه اقولك على حاجه بقى، لو انت هتستخدمي لحمه مفرومه قليله وهتكتري كميه البصل، في الحاله دي هتحتاجي ان انت تسيبي البصل شويه وتعصريه. ليه؟ علشان انت هتبقي مستخدمه كميه كبيره من البصل المفروم. طب ايه الفكره برضو؟ الفكره ان احنا لو كترنا البصل هتلاقي ان اللحمه المفرومه هتفك معاكي، دي في حاله ان انت
هتستخدمي بصل كتير. طيب عايزه مثلا تزودي خضار، هتحطي فلفل الوان، هتحطي فلفل اخضر، كل الكلام ده هيكتر معاكي الكميه. هحط كده شويه ملح، فلفل اسود، نكتر الفلفل الاسود شويه اهو، بس هضربهم بقى مع بعض. وانا بضرب كده هرجع للبصل والفلفل الاخضر علشان اقلبهم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نضرب كده اللحمه المفرومه كده او خليط الكفته، يعني ضروري قوي ان هي تتخلط كويس جدا جدا، نعملها زي معامله العجين بالظبط العجينه. طب احنا مش هنستخدم الكبه، هتستخدمي ايدك، هتفضلي تعجني في العجينه كويس جدا لغايه ما تكوني مش حاسه بالتكتلات بتاعه اللحمه المفرومه. دي نقطه مهمه جدا، عجن عجينه الكفته، علشان دي من ضمن اسباب ان الكفته بتفك معانا. يعني مثلا ساعات بتسال كتير قوي، طب احنا مش بنعصر البصل وبنبقى عاملين كل حاجه وبنلاقي ان هي فكت معانا، في الحاله دي بنبقى مش عجنين الكفته كويس، فضروري ان هي تتعجن كويس جدا جدا. انا هنا حطيت الصلصه، وهحط ثوم، نكتر بقى الثوم المفروم كده شويه. طب انا بقى ليه ما حطيتش الثوم المفروم في الاول؟ لان انا طولت شويه في تقليب البصل والفلفل الاخضر. لما قلت لكم قبل كده، لما بنقعد كده نقلب الثوم كتير على النار، ريحته بتروح، مش يعني مش بنبقى حاسين بالطعم بتاعه واللذعه بتاعته. خلاص هعمل ايه بقى؟ شويه زعتر وشوية بابريكا، شوية من هريسة الشطة، دي اختيارية بس بتبقى طعمها تحفة. هعمل ايه بقى؟ فلفل اسود كتير شوية، المكرونة بيبقى الفلفل الاسود الكتير فيها كده بيبقى حلو قوي. شوية من الملح، يا جماعة ممكن كده ندخل شوية سكر؟ ماشي. السكر ضروري ضروري أساسي إن أنت تستخدميه. ليه؟ لأن أنا مستخدمة في الوصفة النهاردة وفي الصلصة بتاعة المكرونة كمية مش قليلة من عصير الطماطم. عصير الطماطم مع الصلصة هيدي كده معاكي لذعة. عارفين أنتوا مثلا لما تيجوا تدوقوا كده الحاجة تقولوا هي حلوة بس هي ناقصها حاجة، ناقصها كده ان هي تتحلى معاكي شويه، يبقى يعني تدي كده سنه تسكيره. السكر بيعمل الموضوع ده، بيضيع معاكي اللذعه بتاعه الصلصه وعصير الطماطم، وبيدي معاكي حلاوه هو مش بيسكر على فكره، بس بيدي معاكي حلاوه للصوص اللي انت بتعمليه. غاده. الو. اهلا يا غاده. انا بحبك قوي. وانا كمان يا غاده بحبك قوي قوي قوي. والله انا متابعاكي من اول ما انت طلعتي وبحبكوا جدا، انا اتعلمت منكوا حاجات كتير. شكرا يا غاده، والله شكرا لذوقك. قولي لي عندك سؤال، عايزين جلافز يا جماعه. ممكن تنزلي مقادير البيتزا عشان اعملها النهارده يعني؟ حاضر. عجينه البيتزا؟ اه حاضر، عينيا حاضر. وشكرا قوي والله العظيم، انا اتعلمت منكوا حاجات كتير جدا، انت وشيف نونه وشيفه فاطمه حبيبتي يا غاده يعني. منورانا والله، منورانا منورانا يا غاده. حاضر هقول لك العجينه بتاعه البيتزا. حاضر. ممكن يا جماعه جلافزات بعد اذنكم؟ يلا هندي كده ضربه تاني لعجينه الكفته. طيب كده خلاص عجينة الكفتة بقت عندي جاهزة. الأفضل بقى، الأفضل علشان كده نبقى ماشيين صح وما تقابلناش مشكلة، لازم العجينة الكفتة تتساب شوية في التلاجة، غطيها وسيبيها شوية في التلاجة. ليه؟ ليه بقى؟ استنى،
ال شايفين بتلزق ازاي؟ بتلزق من كتر الضرب، الضرب، فايه بنلاقيها ان هي ايه بقت بتلزق في الايد شويه اهي. خلاص هحطها بقى كده بالشكل ده، وانا سايبه ال، طبعا انا مش هسيب دول، هرجع بس دي. انا سايبه الصلصه بتاعه المكرونه كده، عايزين المكرونه يا جماعه، المكرونه اللي احنا هنحطها في الصلصه اهو. هتعملي ايه بقى؟ بصوا شايفين يا جماعه بتلزق ازاي؟ ليه بقى؟ اولا من كتر الضرب، طبعا ده اللي احنا عايزينه، كل حاجه بصوا شايفين بقت عجينه اهي من كتر الضرب، فبتدفى معايا شويه، ففي الحاله دي انا ضروري ان احنا ندخلها التلاجه شويه، بس طبعا عشان وقتنا فانا هشتغل بيها على طول. وتعالوا كده نبص على الصلصه بتاعت المكرونه اهي، هسيبها بس كده دقيقه كده. ليه بقى؟ علشان تاخد غلوه وتتسبك معايا، عايزاها تقصر شويه، تقل شويه، الميه اللي في الطماطم تتبخر معايا. يلا اهي، شايفين بقى بتبقبق ازاي، وشايفين لونها تحفه، لونها حلو قوي. طيب هنعمل ايه بقى بعد كده؟ هجيب صاج، وهبدأ ان انا اشكل الكفتة بتاعتي. طيب هل ممكن نعملها على البوتاجاز كده؟ اه طبعا ممكن جدا. هتسخني الطاسة، اسمعي بقى، هتسخني الطاسة كويس، هتحطي معلقة من الزيت وتكوريها وتنزلي بيها كده في الـ في الـ في الطاسة، بس لازم النار تبقى عالية. اول ما تاخد لون وتشويحة من كل الجهات هتعملي ايه؟ هتهدي النار وتسيبيها 10 دقايق وخلاص، على كده تبقى استوت معاكي. انا هبصوا شايفين انا واقفة كده عشان الصلصة، قلت لكم قبل كده طالما في صلصة او عصير طماطم على النار تقعد كده بقى في طرطشة كده وبهدلة، فانا واقفة كده بالحس وكده واقفة بحارب. حاضر عينيا. ممكن بقى كده ايه، هغطي كده على الصلصة كده، خلاص يعني يعتبر انا كده عملت صلصه المكرونه وعملنا عجينه الكفته. انا هعمل ايه بقى قبل ما نروح لفاصل بقى؟ هفضل كده اشكل الكرات الكفته دي بالشكل ده اهو، وبعد كده هدخلها الفرن، هشكلها وهستناكم ونروح لفاصل صغير وهرجع لكم تاني، استنوني. رجعت لكم بعد الفاصل. انا في الفاصل كملت كده تشكيل كرات اللحمه، محتاجاكم تيجوا تبصوا بصه كده بقى على الصلصه وجمالها. بصوا بقى كده شايفين، عشان تعرفوا بقى ان الصلصه دي جامده، تعرفوا ان هي خلاص وصلت للشكل الصح والتسبيكه الصح. شايفين بتلاقوا كده الدهون والسمن والزيت فصل عن الطبقه اللي تحت، اعرفوا كده ان هي خلاص جاهزه. شايفين دي طبقه سمن على فكره اهي، باينه جدا. شايفين بقى حلاوه السنين، حلاوه السنين. هنعمل ايه بقى؟ مكرونه طبعا مسلوقه. سلق المكرونه يا جماعه هي ميه مغليه وملح وخلاص، بلاش قصه الزيت اللي بتتحط في سلق المكرونه دي، ملهاش لازمه خالص. بالعكس الزيت اللي بيتحط في سلق المكرونه ده بيخلي المكرونه لو انت هتعمليها باي صوص الصوص ما يمسكش فيها. وطبعا المكرونه تتسلق كده، ما تتسلقش على الاخر عشان ما تعجنش معاكي. احط بس كده ايه عشان بس اعرف اقلبهم، تمام، ونحط الباقي. انا بس بفصلها كده بايدي، ودي على فكره المكرونه دي مسلوقه من غير زيت. طيب انتي بقى هتسلقي المكرونه وهتسيبيها شويه لغايه ما تستخدميها للاكل، هتعملي ايه علشان القصه ان هي بتمسك في بعض؟ هتعملي ايه بقى؟ هتغلفيها بحوالي معلقه واحده من الزيت علشان المكرونه ما تلزقش في بعض. شايفين بقى، يا نهار ابيض. انا عايزه اقدمها بقى بصراحه دلوقتي علشان ايه، شوفوا برضو شكلها. نحطها فين بقى؟ صح كده،
احنا نسينا نحط الكفته في الفرن بعد ما شكلتها من غير اي حاجه، بس دهنه زيت كده من تحت وورق زبده، وتعالوا بينا ندخلها فرن سخن اهو على درجه حراره 200 عادي خالص. علي الحراره، مفيش اي مشكله خالص، الفرن شغال من تحت بس، لو عندك مروحه شغليها. طيب تعالوا كده لغايه ما المكرونه كده يعني ايه تسخن معايا شويه قبل ما نحطها في الطبق، تعالوا بينا نعمل وصفتنا الثانيه، هتكون مكرونه بالوايت صوص. عندي عبوه من مكرونه بالصوص الابيض سريع التحضير من زرزور، كوبايه من الفلفل الالوان، ورق ريحان فريش، معلقه كبيره من الزعتر الجاف، ملح وفلفل اسود وبس كده، مش عايزين حاجه تاني. انا كده هرجع بقى كده ايه المكرونه بالصلصه دي هناك كده تكمل كده السخونه بتاعتها. طيب انا بس كنت مشغله على ميه مغليه ليه؟ علشان انا عايزه اخد المكرونه بتاع وصفتنا الثالثه اللي احنا هنعمل بيها مكرونه بالسجق، وهسلقها معاكم علشان بس تلحق تتسلق. ده حصل اه حقيقي. طيب بصوا بقى، ميه مغليه وهنزل بالمكرونه هتتسلق معايا في شويه ملح وشكرا، بلاش هقولها لكم تاني يا جماعه قصه الزيت دي ملهاش، او على فكره الزيت اصلا ما بيختلطش بالميه، يعني فايه الفكره ان احنا نحط زيت؟ بس نكتر الملح، نحط حوالي معلقه كبيره. واول ما ننزل بالمكرونه باي نوع مكرونه لازم نعمل حركه، لازم نجيب معلقه ونقلبها بسرعه بسرعه، لان انا لو سبتها على الشكل والوضع ده هلاقي ان المكرونه بقت لازقه في بعض. بس طيب هنغطي بقى على المكرونه كده، ما نغطيش قوي على الاخر يعني، وتعالوا كده بينا نشوف ايه حكايه المكرونه بالوايت صوص. اولا الطريقه بتكون مكتوبه على العبوه من ورا، نفتح كده العبوه بتاعتنا. طيب تعالوا كده ناخد الطريقه بقى مكتوب عليها طريقتها ايه بالظبط. عندي من 5 لـ6 كوبايات من الميه، نحطهم على النار لغايه ما يغلوا مع شويه من الزيت. بعد ما يغلوا هنحط كل محتوى الكيس بتاعنا جوه الحله وظرف البهارات اللي موجود جوه العبوه، هنفضيه كله ونخلط كويس جدا ونسيبها على نار هاديه من 15 لـ17 دقيقه وبس على كده. هنضيف لبن او هنحط اي حاجه تاني ولا هنحط اي حاجه تاني خالص؟ طيب انا كده هنزل بالميه المغليه حوالي من 5 لـ6 كوبايات ميه، حوالي لتر وكوبايه مثلا، تمام. طيب الميه بتغلي هعمل ايه؟ هاخد العبوه اللي عندي مكرونه اهي هتبقى معانا بالوايت صوص من غير اضافه اي حاجه تاني، ما نجودش يا جماعه وما نحطش اي حاجه، الطريقه نمشي على الطريقه زي ما هي مكتوبه بالظبط. في على فكره كمان منتجات كمان تانيه سريعه التحضير عندهم، ممكن انتوا تدخلوا الصفحه وتشوفوا ايه بالظبط. طيب هعمل ايه بقى؟ هاخد ظرف البهارات وهحطه بالشكل ده، ده بقى اللي هيخلي الميه دي تتحول معانا لصوص ابيض، وهندي كده تقليبه بالشكل ده. طب هنضيف ملح؟ لا، ولا فلفل اسود ولا اي حاجه تانيه، ما نجودش خالص في الطريقه علشان يطلع طعمها حلو في الاخر. طيب احنا عايزين الطبق عشان هو مش موجود. لا طيب مش موجود، لا ده صغير. انا بقى كده هقلب كده الكلام ده وهغطي على المكرونه بال اللي هي سريعه التحضير من زرزور، ما نغطيش قوي على الاخر، اول كده ما تاخد اول غلوه هنهدي عليها ونسيبها من 15 لـ17 دقيقه تكون على نار هاديه. ممكن كده نروح نبص بس على كرات الكفته، اهي شغال عادي اهي بسم الله. انا مشغله الفرن من تحت ومشغله المروحه بالشكل ده، نقفل عليها، لا فكت معانا ولا اي حاجه خالص. ليه؟ علشان احنا عجناها كويس قوي في الكبه
مفيش حاجة غيره. هغطي على المكرونة وتعالوا كده بينا نشوف كده المكرونة بالصلصة الحمراء كده اللي احنا عملناها اهو، اهي شايفين مفلفلة ازاي. طيب بعد ما نسيب المكرونة سريعة التحضير بالوايت صوص على النار حوالي 17 دقيقة هتبقى معانا عاملة ازاي. هتبقى معانا بالشكل ده اهي. دي على فكرة مش متضاف لها لا لبن ولا اي حاجة خالص. اللي على اليمين ده، ده بس ده اللي دي. يلا يلا هنعمل ايه بقى؟ هنجيب كده الطبق بتاعنا. انا بقى مزودة ايه علشان كده يدي شكل معايا؟ حاضر، كوباية من الفلفل الالوان، ودي اختيارية لكن طبعا هتزود القيمة الغذائية اهي. الوصفة دي طبعا هايلة لاخواتنا اللي بيصوموا وكمان الناس النباتية. انا مزودة كمان شوية من الزعتر اهو بالشكل ده، وتعالوا كده بينا نقدمها في الطبق بتاعنا بالشكل ده. اسهل وصفة واسرع وصفة ممكن ان احنا نعملها بالشكل ده. ورق ريحان بقى وخلاص على كده. بس انا بقى سايبه المكرونه بتاعتي بتتسلق والكفته بتتحمر كده في الفرن. عملنا وصفتنا التانيه مكرونه بالوايت صوص من زرزور وخلاص على كده. ايه رايكم نروح لفاصل قد كده وارجع لكم تاني؟ استنوني. رجعت لكم بعد الفصل. قدمنا مع بعض المكرونه كده اللي بالوايت صوص، وعملنا كمان ايه الكفته شغاله، وعملنا المكرونه بالصلصه الحمراء الرهيبه. انا عايزه بصراحه احطها قدامكم، معلش كده اسمحوا لي اجيب الطبق بتاعي احطه بس هنا. طيب اهي بسم الله الرحمن الرحيم. عارفين انتوا المكرونه كده بتاعت زمان اللي بالصلصه بقى، لا بالوايت صوص بقى ولا الحركات ولا الحاجات الجديده دي، اهي فظيعه. تعالوا بينا ننزل بيها. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. كفته لسه شغاله كده في الفرن، اول ما تطلع بقى برضو هنقدمها. نظبط بس ايه الشكل بتاعنا. بس كده. ما نحتاج ان احنا بقى ننضف برضو الطبق كده عشان برضو الاكل يطلع معانا شكله حلو. بس طيب تعالوا كده بينا نشوف حكاية المكرونة بالسجق. انا قلت لكم النهاردة كده حاجات كده سهلة وسريعة مش هتاخد معانا وقت. ننزل كده بمقادير المكرونة بالسجق. يلا بينا. مقادير نزلت اهي. يلا بينا. مكرونه بالسجق والبينك صوص. عندي سجق بلدي وكيس مكرونه اي شكل انت حباه، كوبايه من الفلفل الالوان الجوليان، معلقتين كبار من الثوم المفروم. دي مكونات السجق. الصوص الوردي. عندي كوبايتين ونص من اللبن او اللي هو البينك صوص. عندي كوبايتين ونص من اللبن، مكعب زبده، معلقتين كبار من الزيت، معلقتين صلصه، معلقتين كبار دقيق، معلقه كبيره من مرقه الدجاج البودره، معلقه كبيره من الزعتر الجاف، وملح وفلفل اسود. طيب
مكرونة هنا، المكرونة فاكرين اللي انا حطيتها كده قبل الفاصل؟ خلاص هي فاضل لها يعني ايه دقيقة، دقيقة بالظبط كده وهتشيلها. طيب عايزة اعمل ايه بقى؟ انا عايزة اجيب حلة علشان نعمل الصوص كده والسجق مع بعض. اعتقد يعني ايه عشان برضو ما نسيبهاش تبصوا خلاص هي كده، ممكن نبص عليها ما نسيبهاش اكتر من كده. اه هي بتضغط بايدي، بتضغط عليها عادي لكن مش بسهوله قوي اهي، بس في نفس الوقت طريه معايا وماسكه نفسها. خلاص على كده، انا مش عايزاها اكتر من كده. اخدها كده. طبعا احنا لو مجهزين الصوص بتاعنا، انت في البيت هتروحي عامله ايه؟ شايله المكرونه مدياها كده شطفه كده بسيطه تحت الميه الساقعه وتنزلي بيها في الصوص. يا دنيا يا اسمي المفضل. هلا ازيك يا دنيا؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا دنيا، اخبارك ايه؟ الحمد لله الحمد لله. عاملين تعمل شيف نونا؟ نعم. عايزه طلب منك. اتفضلي. ممكن تكلميني بعد الحلقه؟ اكلمك بعد الحلقه. حاضر حاضر يا دنيا، ميرسي يا دنيا لاتصالك. انا بقى هنا بشيل المكرونه كده بالشكل ده اهو وخلاص، هرجع بقى كده ايه الحله بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب عندي طاسه تكون سخنه على النار، هاخد شويه من الزيت مش كتير، حط شوية زيت هنا في السجق وشوية زيت هنا في الحلة اللي أنا هعمل فيها الصوص. هنزل بالسجق بتاعي. طيب أنا بصراحة كنت حابة إن أنا أعمل السجق اللي سوري الفلفل الألوان يكون جوليان. جوليان يعني إيه؟ يعني يبقى شرايح طويلة شوية. بس هو هنا جاي كده معانا اللي متقطع برنواز. برنواز يعني إيه؟ يعني صغير. طب انا كنت ليه عايزه اعمله جوليان بقى؟ علشان انا هعمل السجق يبقى طويل بالشكل ده. يعني هي هتفرق في ايه؟ هتفرق في الشكل. هل هتفرق؟ اه طبعا هتفرق، ان يبقى كل المكونات بتاعه الطبق اللي انا باكلها يبقى كلها نفس الطول ونفس المقاس. ما ينفعش بقى ان السجق يبقى طويل والفلفل او الخضار ايا كان يعني يبقى متقطع صغير، بيبقى الشكل مش حلو. وعلى فكره الحاجات دي استحاله ان احنا نروح مطعم ونلاقي مثلا الفلفل متقطع تقطيعه والخضار واللحوم متقطعه تقطيعه. لاحظي كده هتلاقي ان هما بيكونوا مقطعين كل مكونات الطبق نفس الشكل. هيام هنزل بالسجق. هيام يا هيام. الو يا هيام ازيك؟ انا كيان يا فندم. مين؟ كيان. كيان كيان ازيك يا كيان؟ انا اسفه. ازيك يا شيف الاء؟ الحمد لله. انت كلمتيني امبارح يا كيان؟ لا يا حضرتك، انا واحده تانيه. اهلا وسهلا، اصلا بحب اسم كيان قوي. ايوه اخبارك يا شيف؟ الحمد لله يا كيان. انت عامله ايه يا كيان؟ والله الحمد لله. الحمد لله. عندك سؤال يا كيان؟ بحبك قوي والله العظيم. انا كان من زمان نفسي اكلمك والله. والله ده شرف ليا والله، ومنوراني وانا بحبك قوي قوي قوي. انا مبسوطه بحلقك امبارح جدا جدا جدا، انت والسكينه والله. الحمد لله، ميرسي يا كيان. هي فعلا نانونه من الشخصيات الجميله والجدعه، وانا كمان اتبسطت بحلقه امبارح قوي بصراحه. انا تحياتي لكل الشيفات القناه والصفحه والمخرج الشيف حمدي حاضر هنوصل سلامك ليهم يا كيان. حاضر عينيا. قولي لي بقى انت عندك سؤال يا كيان؟ والله عشان خاطري. ايوه. ممكن كيسه الشوكولاته؟ عينيا بس كده. اه يا شيف انا اعملها واجيبها لك يا كيان يعني. حبيبتي يا شيف انا تسلمي. عينيا. حاضر حاضر، ميرسي يا كيان لاتصالك. انا هنا بقلب السجق، وفي الحله الثانيه انا بعمل الصوص الابيض. بقلب الزبده مع الزيت مع الدقيق كده بالشكل ده. دايما بقول لكم كده في الصوص الابيض انا بحب اكتر الدهون شويه. طيب بعد ما السجق كده ياخد معايا بقى تشويحه، هنزل بالفلفل بالشكل ده، وهنزل بالثوم وبشويه من الملح والفلفل الاسود. وتعالوا كده بينا نقول لكيان
ما نكترش الملح قوي يا جماعه، عشان السجق بيكون اصلا فيه البهارات والتوابل بتاعته والملح. طب انا بحط ملح وفلفل ليه؟ علشان بنكه وببهر الخضار اللي انا حطاه. هنا بقلب الدقيق مع الزبده اهو. كيكه الشوكولاته يا جماعه من ابسط الكيكات اللي احنا ممكن نعملها، ودايما بتقابلكم مشكله. طيب كيكه الشوكولاته كده بقى، خلونا كده نكون متفقين ان احنا نعم. مدام منى، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ ازاي حضرتك يا مدام منى؟ شداه وتامن بالله. لا على بقالي ساعه. انا احنا اسفين والله. لا لا لا، حضرتك انا عاوزه البسبوسه اللي عملتها قبل كده، اللي هي كوبايه وكوبايه وكوبايه، فيها كوبايه دي وكوبايه دي وكوبايه جوز هند. حاضر حاضر يا مدام منى، عملتها مره كانت جميله قوي بصراحه. تسلم ايديكي. حاضر، تسلمي. كويس ان انا وصلت بقى، عشان اقول لك اللي فات واللي جاي بقى واللي جاي كل بقى، ما بعرفش اوصل لك بسهوله قسما بالله. لا احنا اسفين يا مدام منى والله، وبس ضغط التليفونات، لكن يعني انا بتاسف لحضرتك. اطلبك كل يوم، بحبك انا بصراحه. ده شرف ليا والله. حضرتك تنورينا يا مدام منى، نورين نورتينا يا مدام منى، واحنا اسفين جدا والله يا جماعه ضغط التليفونات، لكن شرفتيني وكلميني كل يوم، اكيد دي حاجه هتبسطني وتسعدني جدا. انا بقى في الحله الثانيه بقلب الزبده مع الدقيق، هنزل بكوبايتين من اللبن اهو، وهقلب كده بقى على طول على طول على طول، ومش عايزه يعني الايه السمك الصوص يبقى تقيل معايا. سنة فلفل اسود وشوية ملح وكيكة الشوكولاتة كده بسرعة، حبتين من البيض، كوباية الا ربع من السكر، فانيليا، ونضربهم كويس قوي في الخلاط او بالمضرب الكهرباء، كوباية الا ربع من الزيت وكوباية الا ربع من اللبن، ونضرب مرة تانية، نقفل الخلاط، مش عايزين الخلاط خلاص، وظيفته انتهت. في بولة هننزل بكوبايتين من الدقيق، 2 معلقة صغيرة مش مليانين قوي من البيكنج باودر، وربع معلقة صغيرة من الملح، ونخلطهم كده بويسك، وبعد كده نخلطهم بالخليط السائل. دي في حالة الكيكة الفانيليا. طب كيكة الشوكولاتة، هنشيل مقدار 2 معلقة من الدقيق، ونحط بدلهم كاكاو خام منخول، عشان كاكاو الخام يا جماعة بيتكتل. نخلط كل الكلام ده مع بعض، ندخل الكيكة بتاعتنا فرن سخن على درجة حرارة 180 حوالي نص ساعة و10 دقايق وبس كده. أول ما الكيكة تستوي بلاش قصة إن احنا نطلعها على طول، لازم نسيبها كده في الفرن، نقفل طبعا الفرن ونسيبها، لكن نفتح باب الفرن كده حاجة بسيطة وخلاص على كده. ليه؟ علشان قصة اللي هي إن هي بتهبط، عشان انتوا دايما تقولوا لي بتهبط معاكم، فبنسيبها ما نصدمهاش بالجو الساخن اللي هي بتكون فيه، وبعد كده نروح مطلعينها على الرخامة. لا، نسيبها شوية في الفرن. بصوا بقى المكرونه اللي احنا سلقناها مع بعض مفلفله ازاي اهي، ولا حاطين فيها زيت، وانا حبيت ان انا اسلقها لكم اهو معاكم كده، علشان تتاكدوا ان هي مش لازقه ولا اي حاجه خالص، شكلها تحفه. على فكره عايزه اقول لكم على حاجه، عادي لو عملتوها كده بالشكل ده تبقى حلوه. طيب انا بقى هعمل ايه؟ الصوص الوردي او البينك صوص، لا هو محصل صوص احمر ولا هو محصل ايه وايت صوص، فانا قلت كده حاجه كده بين البنين، هحط معلقه كبيره من مرقه الدجاج البودره. ام شريف. ايوه. ازيك يا ام شريف؟ الله يسلمك. حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. ازيك انت؟ وبصراحه معجبه باسلوبك وطريقتك وكل حاجه فيكي حلوه. شكرا لحضرتك يا ام شريف والله. الله يخليك. ميرسي لحضرتك جدا. قولي. الله يخليك. انا طالبه منك طلب. اموريني. عايزه طريقه عمل المستردة وبعض الصوصات كده، لان الولاد بيشتروا الحاجه غاليه قوي، انا عايزه اوفرها لهم في البيت. حاضر. طب ما ده ام شريف. ايوه. انا عملت حلقه قبل كده عملنا فيها كل الصوصات. ايوه صح. بس انا عشان اجيبها من على اليوتيوب او اخش، انا ما بعرفش، انا عندي 65 سنه يا اهلي، فماليش في التكنولوجيا دي. عينيا عينيا صراحه، يعني عينيا من عينيا الاثنين. حاضر 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 يا ام شريف، من عينيا. ما احنا ممكن نعملها الاسبوع اللي جاي، نعمل صوص المستردة لام شريف الاسبوع اللي جاي يا نور بعد اذنك. طب يا ام شريف حضرتك تأمريني، هعملها لحضرتك تاني، هعمل الصوص المستردة تاني الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. حاضر. بصوا بقى، انا كده عملت الصوص اهو، شايفين البينك صوص ده ولا مش بينك صوص؟ اهو صوص وردي اهو، شكله تحفه.
بس كده. والمكرونه بالسجق كده عايشه معايا كده الحوار كده وشكلها تحفه. انا بقى هريحكم كده مني شويه وهروح لفاصل، واحنا بنروح لفاصل بقى هاخد بقى كرات الكفته اللي اتشوت معايا دي ونحطها بقى على المكرونه بقى وحركات وكده. فاصل صغير هرجع لكم تاني. رجعت لكم بعد الفاصل. طيب عايزه اقول لكم بقى كده على كام حاجه. مين يا جماعه؟ ام سيف، ام شريف، ام شريف اللي طلبت صوص المستردة. يا ام شريف ان شاء الله يوم الجمعه الحلقه هتتعرض، الحلقه اللي احنا عملنا فيها كل صوصات المطاعم هتتعرض ان شاء الله يوم الجمعه من الساعه 1 ل 2 وفي نفس المواعيد بالظبط. شوفيها هتعجب حضرتك جدا جدا طبعا، يعني عشان خاطر ام شريف يعني فتؤمرينا يا ام شريف. بصوا بقى الصوص انا شلته من على النار، مش عايزاه يتقل اكتر من كده، انا هو ده السمك اللي انا عايزاه. هعمل ايه بقى؟ هاخد الصوص الوردي او البينك صوص، ويلا بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام اهو. تاني حاجة اللي هناك ده حلال فيكم اهو، شايفين شايفين الحلاوة؟ هو ايه المشكلة؟ اهو كده شايفين حلوة ازاي؟ طب يعني بقى ما فرقتش على دول بقى، يعني انا برضو انا يعني غريبة برضو والله اهو. بس خلاص اسرع ثلاث وصفات حبيت ان انا اعملها معاكم النهارده على فكره ان شاء الله ان شاء الله. تعالوا كده بينا بقى على الطبق كده اللي احنا هنقدم فيه باذن الله من الاسبوع اللي جاي ان شاء الله والفتره اللي جايه، يعني هحاول كده ان احنا بقى نعمل ونركز في الحاجات بقى الصيف بقى، اكلات الصيف بقى، الاكلات السريعه ما بتحتاجش افران كتير. انا عارفه الجو حر مش عايزين نقف كتير في المطبخ، فهركز كده معاكم على الاكلات السريعه، الاكلات الخفيفه، الاكلات اللي ما بتاخدش وقت، الحلويات السهله السريعه برضو. كل الكلام ده هنعمله مع بعض ان شاء الله الفتره اللي جايه. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا ننزل بالمكرونه بالسجق. يا سلام والله بتشتغلي مش عندك وقت. الناس المغتربين الرجال المغتربين اهو، عملت لكم اكلات سريعه وسهله ما بتاخدش معانا اي وقت. بصوا بقى الحركه حركه بقى، انا بحب الحركات بس كده. النهاردة عملنا مع بعض، كانت حلقة كده مستعجلين، عملنا النهاردة وصفات سهلة وسريعة ما خدتش معانا اي وقت زي ما انتوا شفتوا. عملنا كده كل حاجة، يعني حتى المكرونة حبيت ان انا اسلقها معاكم علشان تشوفوا قد ايه هي لا لزقت ولا عجنت ولا اي حاجة خالص. عملنا مع بعض مكرونة بالصلصة الحمراء، الصلصة القديمة كده بتاعت زمان بتاعت امهاتنا، رهيبة. قدمناها مع كرات الكفتة المشوية في الفرن، ممكن كمان زي ما قلت لكم الكفته تتعمل على الطاسه عادي خالص هتستوي. وكمان عملنا مكرونه بالوايت صوص من زرزور، وعملنا مكرونه بالسجق بالبينك صوص او بالصوص الوردي، الثلاثه ألذ من بعض. يا رب يا رب الحلقه النهارده تكون عجبتكم وتكونوا كده اتبسطتوا معايا واكون كده خفيفه عليكم. شوفوني في الاعاده ان شاء الله الساعه 8 وربع بالليل و3 ونص الفجر، وكل يوم بقى من الساعه 1 ل 2 هتوحشوني. سلام عليكم. We'll be right back.
لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.